المكان وزارة الدفاع السورية. مباحثات عسكرية لوزير الدفاع السوري العماد علي أيوب مع رئيسي الأركان العراقي الفريق أول عثمان الغانمي والإيراني محمد باقري. رمزية المكان في دمشق وقد خرجت من أتون الخطر، ورمزية الزمان مع انحسار الملفات الساخنة باتجاه إدلب وشمالي حلب وشرقي الفرات. الورقة الوحيدة المتبقية بيد الأمريكيين وحلفائهم هي قسد، وسيتم التعامل معها بالأسلوبين المعتمدين من الدولة السورية: المصالحات الوطنية أو تحرير الأراضي التي يسيطرون عليها بالقوة. حصيلة المباحثات ترتقي إلى مستوى التحدي المحدق بالدول الثلاث. تمتين التعاون الأمني في إطار عنوان عريض تدعمه إجراءات على الأرض لفتح خطوط النقل والتجارة. ستشهد الأيام المقبلة إن شاء الله فتح المنفذ الحدودي واستمرار الزيارات والتجارة بين البلدين، ولدينا لجان مشكلة بهذا الموضوع من قبل الطرفين. تعاون جددت إيران فيه دعمها لسوريا في مسعاها لاستعادة كامل أراضيها. نؤكد ضرورة احترام سيادة الأراضي السورية ووقوفنا مع الدولة السورية في بسط سيادتها على أراضيها، كما نؤكد رفض دخول أي دولة بصورة غير شرعية إلى الأراضي السورية. نحن دخلنا بدعوة من الجانب السوري وسنبقى ما دامت الدولة السورية تطلب منا ذلك. وجهت الدول الثلاث رسائل واضحة عنوانها رفض كل التدخلات الخارجية في شؤونها والانتقال في مكافحة الإرهاب إلى مراحل جديدة، إضافة إلى مواجهة الحصار بطرق مبتكرة. التنسيق الكامل بين جيوش الدول الثلاث شكل حجر الزاوية في كسر العمود الفقري للتنظيمات الإرهابية، تنسيق يستمد أهميته اليوم من ملفات حاسمة وخصوصا في إدلب وشرقي الفرات. محمد الخضر من مبنى وزارة الدفاع السورية بدمشق، الميادين.